المشروم اللي بالجبنه الشيدر. بالنسبه للمشروم جبنه شيدر هنحتاج مشروم، طماطم تشيري، زعتر وروزماري فريش، وشويه ملح وفلفل اسود. طيب هبتدي دلوقتي، عايزه ابتدي، يلا نحط شويه زيت زيتون. بسم الله. عايزه احط الطماطم التشيري، نغطي عليها بس شويه. هحط معاها الروز ماري والزعتر الفريش، شويه ملح، بس كده تمام قوي. انا لسه برضو هدخلها الفرن، انا مش عايزاها مستويه. خلي المعلقه دي هنا، نضف الحته دي، اجيب الصينيه اللي هدخلها بيها الفرن. حط المشروم، حط جواه الطماطم التشيري، دي كبيرة، ممكن احط واحدة صغيرة كمان جنبها. اوكي، بس نقفل دي. عايزة احط الجبنة، احطها كده. وهندخلها برضو الفرن، وحطها في الفرن. بسم الله. وحط عليها زعتر فريش.